السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيه بالتأكيد على الأحداث اللي دايرة في الشارع المصري. وعندي مفاجأة للأهلاوية، الأهلاوية بس، كل مشجع أهلاوي الفيديو ده موجه ليك. عندي ليك خبر بمليار جنيه، جوهرة الزمالك في النادي الأهلي في الصيف القادم. مين هي جوهرة الزمالك وإزاي هتبقى في النادي الأهلي الموسم القادم؟ افضل لعيب في الزمالك في خلال السنتين اللي فاتوا، اللعيب الوحيد اللي مستواه ثابت، اللعيب الصغير، اللعيب اللي بيلعب منتخب مصر، اللعيب اللي عنده شخصيه، اللعيب اللي انا شايفه مستقبل الكره المصريه، هو نجم نص الملعب والجوكر بتاع نادي الزمالك، امام عاشور. اللي انت بتقوله ده، اللي انا بقوله ده، ان امام عاشور جاي له عرض رسمي من نادي تركي في افضل 6 انديه، هو البيك 6 في تركيا. عرض رسمي ب 2.5 مليون دولار. اللاعب عايز يطلع تركيا، اللاعب رايح ترانزيت للتركيا 6 شهور يرجع على النادي الاهلي. عايز اذكركم كده ان الموضوع ده حصل 50 60 مره. واحد زملكاوي مثلا يطلع يقول لي ايه اللي انت بتقوله ده وده ما بيحصلش. عايز اقول لك ان ده حصل مع نادي الاهلي اكتر من 50 60 مره، وده احتراف. ناس اذكياء بتعرف تشغل نفسها، الاداره عارفه بتفكر ازاي، بتبص لاحتياجاتها ل 10 سنين قدام. بص بقى على امام عاشور، على اللعيب المتميز جدا مروان عطيه، على الكندوسي اللي هنتكلم عليه، وازاي نادي الزمالك نادي الاهلي قدر يخطفه من نادي الزمالك، وازاي المستشار مرتضى منصور في حاله زي ما بيقولوا ايه، في حاله حسره بسبب ان اللاعب راح فضل النادي الاهلي على نادي الزمالك. كل ده هنتكلم فيه، بس خلينا دلوقتي في امام عاشور. امام عاشور جاي له فاكس رسمي من نادي كبير في تركيا، عرض رسمي، واحتمال كبير مباراه فيوتشر النهارده تبقى اخر مباراه ليه في نادي الزمالك. اللعيب راح تركيا على زي ما بقول لحضراتكم كده، والصيف خلاص كلها 3 4 شهور والصيف جاي. انا عايز حد يطلع يكدبني. امام عاشور رسميا هيخلص في النادي الاهلي في الصيف القادم، هيطلع في يناير 6 شهور للنادي تركي، وهيطلع من تركيا على النادي الاهلي. والكلام ده حصل قبل كده مع مين؟ مع اللعيب المتميز جدا كابتن سيد معوض. راح ترابزونسبور 6 شهور وراح راجع على النادي الاهلي. ده اللي هيحصل بالظبط مع امام عاشور. رجل اعمال مصري بيحب النادي الاهلي، بيعشق النادي الاهلي، بيحب الكيان، بيحب التيشيرت الاحمر. عند النادي الاهلي اولوياته رقم واحد، رجل اعمال تقيل هو اللي هيمول الصفقه، وحبا في النادي الاهلي وجماهيره. طبعا كلنا احنا عارفين رجل اعمال ده مين، وعارفين وضعه، وعارفين تقله، وعارفين هو كان ايه في النادي الاهلي، وعارفين وضعه ايه في النادي الاهلي، ومدى علاقته بكابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ وعمرو بيه فاروق، والناس دي كلها على علاقه جيده بالراجل المتميز ده. امام عاشور هيخلص في النادي الاهلي في الصيف بنسبه 100%. خلاص المستشار مرتضى منصور، اللاعب اصلا عايز يمشي، امام عايز يمشي، امام ناس من النادي الاهلي من الاخر قعدت مع اللاعب، واللاعب سنه صغير وقدرت تقنع اللاعب ان مستقبله في النادي الاهلي افضل بكتير. وانا شايف بصراحه ان الانديه بتبص لمصلحتها. مفيش حاجة اسمها أصل اللعيب على ذمة نادي أو مش على ذمة، كله بيدور على مصلحته. إمام عاشور لو جه النادي الأهلي هيكسر الدنيا، وهيبقى مستقبل الكرة المصرية ل10 سنين اللي قدام، وكمان اللاعب هيلتزم أكتر، واللاعب مستواه الفني هيبقى أفضل من كده بمراحل. كولر كمان في أكتر من قعدة كده مع المقربين لي قال لك إمام عاشور ده أنا يعني من أولوياتي، أتمنى إمام عاشور يجي النادي الأهلي. مع الزخم اللي في نص الملعب بعد الخندوسي على مروان عطية، على السولية، حمدي فتحي، مغربي، محمد فخري، ديانج، 8 9 لعيبه في نص الملعب. بس انا شايف الكواليتي والبروفايل بتاع امام عاشور في حته تاني خالص، حته 9 زي ما بيقولوا. امام عاشور كواليتي مختلف تماما. ده بالنسبه لامام عاشور. عايز اتكلم بقى على الصفقه اللي انا شايفها بنسبه 1000000% جامده جدا. خدها مني سافيو بره الاهلي، يا اما في الثلاث ايام الجايين دول، يا اما بالكتير في الصيف. اللعيب ده لعيب كبير جدا، قندوسي، هيلعب على قفشه مرتاح، هيلعب على برونو سافيو مرتاح. طب لو لعب جناح يمين هيلعب على كريستو، وهيلعب كمان على حسين الشحات. طب لو لعب شمال هيتنافس مع اللعيبه الجامدين ناحيه الشمال زي كهربا وعادل. لعيب كبير قوي بيلعب رقم 8 سنترال ميدفيلدر، او المركز رقم 8 البوكس تو بوكس، او بيلعب مركز رقم 10 بيلعب شادو سترايكر. الميزه بقى في اللعيب ده ان لعيب كبير قوي وكره تحت رجله، حريف من الدرجه الاولى، شويت، لعيب بصير. انا شايفه صفقة مربحة جدا للنادي الاهلي. نادي الزمالك بيتكلم وبيقول كان لعيب ب 500 ألف دولار. تعال اقول لك القصة ماشية ازاي. نادي الزمالك بعت فاكس رسمي في الصيف لنادي وفاق سطيف عايز يستعير اللاعب 6 شهور، مداها المستشار مرتضى منصور لسنة ب
ب 400 الف دولار مع احقيه الشراء ب 600 الف دولار. بقى اللعيب بكام؟ بمليون دولار. لعيب متميز، لعيب متالق، هداف الدوري الجزائري، نجم سطع، لعيب كبير قوي. النادي الاهلي دخل في الصفقه خلص اللاعب ب 2 مليون دولار. هل اللاعب يستاهل؟ اه يستاهل جدا، لعيب كبير جدا، سنه صغير، لعيب هداف، لعيب سريع، بيلعب في اكتر من مكان. احنا عارفين علي معلول كان بيلعب وينج شمال وينج يمين وتحت الفروت، جه النادي الاهلي اتوظف بقى احسن باك ليفت في القاره، بقى احسن باك شمال في تاريخ النادي الاهلي مع جيلبرتو محمد عبد الوهاب والسيد معوض، اه من افضل اربعه. بس عايز اقول علي معلول في الاهداف افضل بكتير من اللعيبه دي، تكتيكيا وفنيا افضل بكتير من اللعيبه دي، ذكي وسريع وبصير. مش محتاجين نتكلم على معلول، معلول هو رمانه الميزان في خط الدفاع للنادي الاهلي. بالنسبه للقندوس انا شايفه هيبقى لعيب هيتوجه في اي حته، توظف جوكر، جوكر في نص الملعب، يلعب بمركز 6، يلعب مركز 8، يلعب مركز 10، يلعب جناح يمين، يلعب جناح شمال، لعيب كبير قوي، يلعب شادو ستراكر، لان شويت يعني رجله كده حساسه زي رجل شيكا. لعيب متميز جدا، لعيب كبير جدا، هينفع جامد النادي الاهلي. انا شايف النادي الاهلي كمان بيفوض 2 لعيبه تحت السن جامدين جدا، والاثنين فراوده. اللعيب بكار فا، لعيب المتميز جدا، بيلعب في منتخب السنغال الاولمبي، لعيب متميز جدا، عنده 20 سنه، بيلعب في نادي تونسي، لعيب كبير، طوله كمان 194 سم، تتكلم في وحش. يعني النادي الاهلي بقى محتاج لعيب زي كده. والتر بواليا كان طويل 190 سم، ده 194، لعيب قوي، لعيب هداف، لعيب قناص، هيجي تأيد تحت السن. انا شايف هينفع النادي الاهلي بنسبه 100%. كمان في لعيب متميز جدا جزائري اسمه منصف بكرار، لعيب متميز جدا، بيلعب في نادي في كرواتيا اسمه استرا، لعيب هايل حريف. احنا عارفين لعيبه شمال افريقيا دايما حريفه واذكياء في الملعب، لعيب حريف قوي، عنده مراوغات، لعيب كويس قوي، بيلعب بشكل متميز جدا، لعب 11 مباراه السنه دي مع الفريق الكرواتي، جايب 6 اهداف وصانع 4 اهداف. الاسماء الارقام بتاعته متميزه جدا برده تحت السن. بس انا شايف اللعيب السنغالي دبابه، والبروفايل ده محتاجه كولر. انا شايف بصراحه كولر اللعيب ده لو جه النادي الاهلي هيكسر الدنيا، لعيب متميز جدا. بابكر فا ده لعيب جامد جدا، بيلعب في الدوري التونسي وبيلعب بشكل اساسي، لعيب متميز جدا، بيلعب في نادي الملعب التونسي. انا شايفه من افضل اللعيبه اللي هتنفع النادي الاهلي، خاصه ان تحت السن. انا شايفه لعيب متميز جدا وافضل بكتير من بورخا ساينز. بورخا ساينز اه حريف والكلام ده، بس النادي الاهلي عنده كريستو بنفس المراوغات بنفس النظام، كريستو كمان هيبقى اصغر بكتير، لعيب في شمال افريقيا، لعب منتخب تونس، لعيب متميز جدا، عارف الكوره بتاعتنا، شبهنا. مش لسه لعيب هيجي لك سنه عبال ما يبدا يتعرف على ثقافتنا وطريقه لعبنا والتكتلات، واحنا عارفين الفرقه بتلعب ازاي قدام النادي الاهلي وقدام نادي الزمالك. خلص النادي الاهلي نخش على نادي الزمالك. نادي الزمالك في حاله استقرار، نادي الزمالك بشار مرتضى منصور في تصريحاته متضايق جدا على صفقه مروان عطيه، متضايق جدا على صفقه القندوس، وانا شايف ده احتراف، اللي معاه اكتر يخلص. انا النهارده مروان عطيه ب 15 مليون خلصته ب 25. انا شايف لعيب صغير ال 10 مليون اللي دفعوا فيه دول حلال. القندوس لعيب صغير 8 مليون دولار بقى 2 مليون دولار. انا شايف ان يجي النادي الاهلي، شايف ان صفقه مربحه جدا للنادي الاهلي. بالنسبه لنادي الزمالك رسميا ناصر منسي، ناصر منسي لعيب جامد جدا، والناس اللي بتقول لك نادي الزمالك ما فيهوش فلوس، نادي الزمالك مخلص ناصر منسي ب 20 مليون جنيه دفعه واحده كاش على الترابيزه زي ما بيقول. الناس اللي بتتكلم وبتقول لك ده نادي الزمالك ما فيهوش فلوس، نادي الزمالك فلس، نادي الزمالك مفلس، الكلام ده كله، بشار مرتضى منصور بيطلع بيرد على الناس دي كلها، بيقول لهم يا جماعه انا مخلص اللعيب ده كاش ورسمي. وهي في حرب في الاعلام، انا خلصت صفقه ناصر، طب خد قدامه القندوسي، انا هخلص عبد الله السعيد، خد قدامه ببكار فاء. هي ماشيه كده، هي الادارات ماشيه كده، انت بتصايت نفسك لازم انا اطلع وصايت نفسي اكتر منك. كل التوفيق للانديه المصريه. عبد الله السعيد لو جه نادي الزمالك في السن ده انا بقول لك هيكسر الدنيا. ليه؟ عنده 2 لعيبه بياكلوا النجيله، عنده عمرو السيسي وعنده اللعيب المتميز جدا دونجا، عنده 2 جامدين جدا مع امام عاشور كمان، عنده ناس بتدافع له. يعني ايه ناس بتدافع له؟ يعني عبد الله السعيد مش هيلعب غير الكره في رجله، واحنا مش محتاجين غير كده، يعني نادي الزمالك مش محتاج غير كده، غير عبد الله بيلعب بين الخطوط، سلم له الكره في رجله مالكش دعوه. بينيات بقى، سرهات، لعيب متميز جدا في الضربات الحره المباشره، في الركنيات، التصويب على المرمى، لعيب شوتنج عالي جدا. انا شايف عبد الله السعيد كواليتي مختلف في اخر 15 سنه. يعني هو من بعد ابو تريكه ما شفناش لعيب متعنا غيره. لعيب كبير جدا، انا شايفه صفقه مربحه جدا، واسامه نبيه طالبه بالاسم. اسامه نبيه كمان بيتكلم ان فتوح افضل باك ليفت في مصر، وبيدوله الثقه، وبيقول بنسبه كبيره هيلعب مباراه في يوتشر. كل التوفيق لجميع الانديه المصريه، كل التوفيق للنادي الاسماعيلي اللي فرحنا
اخر مباراه قدام الداخليه كابتن ميدو كمان راجل زملكاوي دماغه كلها معجونه كوره. كل التوفيق لجميع الانديه المصريه. ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس يصلك كل جديد. لو تابعنا على اليوتيوب لو تابعنا على الفيسبوك يا تعمل لايك وشير الفيديو يوصل لاكبر عدد المتابعين. انا محمد يونس، دمتم في امان الله. سلام عليكم.